بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من البانل اللي تحت لو ضغطنا على كلمة destinations، destinations هيفتح لنا قائمة صغيرة. القائمة دي فيها مجموعة من الكاتيجوريز أو التصنيفات، تقدر تقول على destinations ديت أماكن زي مقصودة أو بمثابة خريطة للحاجات المشهورة في second life علشان تبتدي تروحها وتتفاعل مع المحتوى المعروض هناك. مثلا من ضمن destinations categories، كل كاتيجوري من دول فيها مجموعة من الأماكن. يعني مثلا أول كاتيجوري خالص اسمها What's Hot Now، الحاجات اللي عليها دلوقتي إقبال كبير، هتلاقي 32 مكان. في الفيتشرد ايفنتس هتلاقي 17 ديستنيشن. الايديتورز بيك ده حاجه بيختارها السكند لايف، 21 ديستنيشن من جوه. انترناشونال 11 مكان، في اماكن خاصه بالتشات، في اماكن خاصه بالكلابس، في اماكن خاصه بالفانتسي والادفنتشر، مغامرات جيمز، في بيتشز شواطئ بحر، في اماكن بريميوم، وفي محتويات مختلفه ممكن تتعامل معها. ونفرض مثلا احنا نروح على What's Hot Now، الحاجات اللي عليها اقبال دلوقتي، اللي هي نسبة كبيرة جدا من الناس عاملة لوجين عليها متواجدة هناك مثلا، هتلاقي في برضو اماكن مختلفة. ونفرض احنا هنروح زي مثلا American Cancer Society، فبيقول لك انت لو جاهز just اضغط على teleport. teleport دي الكلمة ديت معناها سفر، وان انت شعور هتبتدي تسافر عبر الزمن علشان تبتدي تروح هناك. جاست ضغط على كلمة تيليبورت هيتم مسألة نقلك من المكان اللي موجود فيه للمكان اللي حضرتك اخترته علشان تبتدي ايه تتفاعل مع الكونتنت ده. خلونا نقفل الديستنيشن دلوقتي ونشوف المكان الجديد ده بالظبط فيه ايه. ده المكان، هو تقريبا مكان خاص ب American Cancer Society، وزارة الصحة او حاجة لها دخل بامراض الكانسر. خلونا نوقف الصوت عند الجماعة دول. الاستقبال واضح ان المكان فيه اوبشنز كتير وفي الدنيا زحمة كتير فيه. فمثلا ده المكان اللي احنا حاليا موجودين فيه، فممكن انتراكت مع الكونتنت ده مثلا او نحاول نعرض المحتوى. هو بتلاقيه مثلا فتح لك تشات وبيقول لك والله ده اهلا بيك وحاجات زي كده من باب الترحيب اقصد بحضرتك. نفس السيناريو لو فتحت الديستنيشن مرة تاني وحاولت تروح اي مكان تاني، جست اضغط عليها وبعدين كلمة تيليبورت علشان يتم نقلك للمكان اللي حضرتك عايز تعمل تيليبورتنج عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.